أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة كبد وكلاوي مع الخضار. المقادير: كلاوي، كبد، قلوب، خرشوف، كوسة، طماطم، جزر، بصل، بسلة، قرع، فاصوليا خضراء، زيت، مستردة، عصير ليمون، خل بلسمك، ثوم، دقيق، ملح وفلفل أسود، بقدونس. هنقول دلوقتي طريقة التحضير. شوحي القلوب والكلاوي في زيت على النار، وبعدين حطي عليهم الكبدة وعلي النار وسيبيهم لحد ما يتغير لونها. بعد كده اخلطي المستردة مع الثوم والخل البلسمك وعصير الليمون، وضيفي عليهم الكبد والكلاوي والقلوب وقلبيهم في التتبيلة. حمري بعد كده البصل في الزيت، وحطي عليه الخرشوف والكوسة والفاصوليا والبسلة والجزر والطماطم، ومعاهم فلفل حار وقرع، وتبليهم بالملح والفلفل وقلبيهم كويس، وبعدين حطي الكبد والكلاوي والقلوب على الخضار. وآخر حاجة ضيفي عليهم رش الدقيق وقلبيهم كويس مع شوية مرقة، وبعدين سيبيهم يستووا وزينيهم بالبقدونس وقدميهم. ويا رب أكلتنا تعجبكم وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.